بالنسبه للقضيه ديال رمضان كيفاش يقولوا الناس اللي كيكونوا مقطوعين، يعني صراحه كيكونوا دوك اللي يكونوا صايمين ما خصهمش يديروا بهذيك الطريقه ديال اللي كيكونوا مقطوعين، ما خصهمش يديروا في رمضان الصباح يبداو يغوتوا ويعيروا هضره خايبه، ويعني داك الشيء ما خصهمش يديروا. داك الشيء يكون مقطوع راه خصو ضروري، الا كان صايم الا كان مقطوع خصو من الاحسن ياكل بلا ما يدوز نهاره من الكارو من اي حاجه. ولكن كنشوفوا بانه ماشي اي واحد مقطوع من الكارو، كاين هذيك القضيه ديال ترمدين ولات بزاف كنسمعوها، كلشي مرمدين اللي كتهضر معاه مرمدين شنو كيبان لك انت؟ وبالنسبه لك لمرمدين كيكون عنده فهمتي ما نديش على رمضان، يعني بزاف الاجواء كتكون صراحه ما نديش على رمضان، خاصو من الاحسن ما يصومش. مثلا اخر مره ترمدين انت فيها شنو درت؟ وصراحه انا عمري ما يعني عمري ما ترمدت والله صراحه، عمري ديما ضحك ديما مديفولي بخير. شي كلمة تبغي توجهها للمغاربة بمناسبة شهر رمضان؟ ورمضان كنقول صراحة الله يدخلنا بالصحة والسلامة والعافية وكل ما، ونتمناو رمضان يكون يمشي رمضان ويجي رمضان، والله يسهل على كل واحد تيتمناو لي مدينة أزمور، الله يتمناو إن شاء الله تيزيد قدام هادشي نتمناو والله صراحة هي هادي. الله يحفظك.